ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص آخر، يقول أنا أصلي الوتر ركعة واحدة في المسجد، فإن كان بجانبي من يعرفني صليتها في البيت وقد أنساها، ولا أصليها في المسجد حياء من هذا الذي بجواري، لأني إنما أصلي ركعة واحدة، فهل هذا من الرياء؟ لا، لا تلتفت إلى اللي بجانب، صل الوتر ركعة واحدة، ولو سألت واستغرب قل له هذا وتر يا أخي، أقل الوتر ركعة، علمه بين له. نعم.